بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي الطلاب في هذا المساق الذي يتحدث عن الأنيمال فيزيولوجي، وهو علم وظائف أعضاء الحيوان. في هذا المساق إن شاء الله رح نتعرف على مجموعة من الأعضاء، وكل عضو ما هي الوظيفة الخاصة به، بمعنى رح نتعرف على الجهاز الهضمي، رح نتعرف على الجهاز العصبي، رح نتعرف على جهاز الدوران، رح نعرف what are the mechanism action of each organs، رح نعرف وظيفة كل عضو إضافة إلى ارتباطه بالأعضاء المختلفة الأخرى. بداية لازم نعرف ما هو تعريف الفيزيولوجي كعلم. بشكل عام الفيزيولوجي يعنى بما يسمى دراسة وظائف الأعضاء المختلفة وكيفية عملها، إضافة لما هي الميكانيزمز الآليات المختلفة التي تحدث داخل الجسم والتي تؤدي إلى حالة الاستقرار الهيميوستاسيس. الهيميوستاسيس كلمة مهمة كثير، تعني الاتزان الداخلي للجسم، ولذلك راح نشوف what are the meaning of homeostasis by mechanism correction in our bodies. مشان هيك الفيزيولوجي هو عبارة عن فرع من البيولوجي، واللي عادة ببحث بالإشي اللي اسمه mechanisms، اللي هي by which the body function. الميكانيزمز هي اللي بتفسر لنا كيف الجسم بيشتغل. الفيزيولوجي بالعادة بيكون على المستوى الجزيئي، بمعنى انه في عندنا بعض القنوات على السيل ممبرين، في عندنا بارتيكولر بروتين، وهذا البارتيكولر بروتين هو اللي بتحكم بالقنوات اللي بتدخل اللي هي الصوديوم ايونز، بمعنى ان الفيزيولوجي بيبدأ من الجزيئات البروتينية على أغشية الخلايا، وبعد هيك بتدرج بصير هاي الميكانيزم تتطور حتى تصل لعند الأعضاء مثل البرين والهارت والسيفيرال جلاندز، لأنه هذول السيفيرال جلاندز بيشتغلوا مع بعض حتى يؤدوا إلى وظيفة واحدة، بمعنى أنه بيحدث هناك أكثر من وظيفة، هاي الوظائف متداخلة بتؤدي إلى حالة من الانتزان الداخلي بالجسم، وهاي very important. راح نشوف شو أهمية اللي هي الانتجريشن between these organs، يعني كيف بتساعدوا الأعضاء المختلفة في سبيل إنه ظل ثبات للمستوى الداخلي للجسم. شو معنى ثبات يعني؟ كيف شو معنى هوميوستاسيس؟ الهوميوستاسيس المقصود فيها إنه يصير في عندنا درجة حرارة ثابتة للجسم ما تتغير، يصير نسبة الجلوكوز بالدم ثابت ما يتغير، البرشر، الأزموريجوليشن، كمية الماء بالجسم، هاي كلياتها بنسميها هوميوستاسيس، رح نجيها بالتفصيل. بس بالبداية في عندنا إشي اسمه اللي هي الفانكشن والانتجريشن، بمعنى كيف هذول الأعضاء المختلفة اللي بالجسم، كيف القلب بتعامل مع الأوعية الدموية، كيف بيضخ لهم الدم، كيف القلب بده يوزع الدم المؤكسد الأكسجينيتد بلد والنان أكسجينيتد بلد، كيف الشرايين راح تأخذ الدم، كيف راح تمشي فيه لعند الكابيلاريز، كيف اللانجز، شو علاقة الرئة بالقلب، هاي كلياتها بنسميها integration. The various level of organization بمعنى آخر، آخر إشي عندنا الجسم هو اللي راح يستفيد من الintegration between these organs. أيضا وجدوا إنه في علاقة ما بين structure وما بين function. كيف يعني structure والfunction؟ يعني وجدوا إنه على سبيل المثال الطيور في عندها اللي هو المنقار يتناسب مع حجم أو يتناسب مع طريقة الغذاء، بمعنى آخر في بعض اللي هو البيكس بكون مدبب لأنه هذا بكون بتغذى على small seeds، ممكن يكون أكثر شوي مثل بعض أنواع من الطيور بكون medium seeds، في بعض large seeds بحاجة إلى منقار أكبر، لذلك منلاحظ بهذا الحجم عند بعض الطيور. هذا الإشي بنطبق على اللي هو نقدر نقول الحيوانات اللي بتتغذى على الانسكس على الحشرات،
أو الطيور تتغذى على بنلاحظ إنه بكون في منقارها مدبب كثير. إذا من هون بنقول إنه في علاقة ما بين اللي هي structure size والshape إضافة لل closed with function، وهي very important. عشان هيك راح نشوف فيما بعد شو علاقة الأعضاء المختلفة بوظائفها من حيث الاستراكشر، من حيث التركيب. وهذا مثال واضح على انه هذا التركيب ساهم كثير في عملية اللي هي الغذاء عند هاي الطيور، بحيث كل حيوان او كل طائر له القدرة على تناول نوع معين من انواع الطيور الخاصة فيه. لو جينا شفنا what are the cells or the basic cells in our bodies، اذا بنقدر نقول احنا عدد الخلايا اللي بالجسم لا محدود، عالي جدا، لكن أنواع الخلايا نقدر نحدد كم نوع بالخلايا بالجسم. لذلك وجد إنه في عندنا 200 kinds of the cell found in our bodies. إذا في عندنا 200 نوع من أنواع الخلايا الموجودة داخل الجسم، وهذول 200 نوع بيختلفوا حسب طبيعة الفانكشن تبعهم. يعني بمعنى في عندنا خلايا عضلية، في عندنا خلايا عصبية، في عندنا خلايا إفرازية، في عندنا خلايا كبد، في عندنا، لكن عدد الخلايا unlimited، يعني غير محدود، لأنه كثير من الخلايا بيصير في إلها degenerated أو بيصير في إلها تولد، أو في عندنا بعض الخلايا المعدة مثلا 2 مليون خلية في الدقيقة الواحدة بتتجدد. فهذا كله بيعتمد على قديش عندنا أنواع من هاي الخلايا. وهنا عندنا في هالمساق هذا راح نعرف تقريبا 4 أنواع من هاي الخلايا، أو بهمنا نعرفهم، اللي هو muscle cells الخلايا العضلية، وهذول الخلايا العضلية اللي هم الوظيفة الرئيسية مشان يعملوا general of mechanical force، يعني بمعنى آخر لهم القدرة على إنتاج الحركة. انقباض العضلات تؤدي إلى الانتقال من مكان إلى آخر، فالبيسك سيلز اللي هو العضلات أو الخلايا العضلية هذا النوع الأول من الخلايا الرئيسية. النوع الثاني من الخلايا بسموها النيرف سيلز، الخلايا العصبية، وهذول specialized to initiate and conduct electric signals، لهم القدرة على إنشاء أنواع معينة من اللي هي السيجنالز، واللي هذول بيعملوا controlling the activities of other cells. هاي شغلة مهمة كثير إن هاي الخلايا تأدي هاي الوظيفة. النوع الثالث من الخلايا اللي راح نشوفه اللي هي epithelial cells، هذول epithelial cells بالعادة هم بغطوا الجسم outside and inside، بمعنى اللي هو surfaces بيعملوا covering للindividual organs، سواء كان tube مثل the hollow structure within the body، مثل المعدة مثلا، أو مثل الأمعاء الدقيقة. الجزء الباطن إلها هو عبارة عن epithelial cells، والجزء المغطى من الخارج أيضا epithelial cells. وهذول epithelial cells بالعادة بيصير إلهم regenerated، أو بالعادة بيصير في إلهم انقسام، مشان هيك بيظهروا كثير بالجسم. يعني إذا واحد انجرح مثلا، بعد فترة هذا الجرح يختفي نتيجة وجود تولد أنواع معين من epithelial cells اللي بتغطي الجرح بعد فترة. النوع الرابع والأخير اللي هو connective tissue، وهذا الكونكتيف تيشو في السيلز عادة بربط الأعضاء مع بعضها البعض. لذلك لما بنقول anchoring ولا supporting surface of the body، هذا بيكون وظيفة الأعضاء أو وظيفة الأنسجة الضامة أو الأنسجة الرابطة. وبندرج تحتيها طبعا اللي هو الدم والعظم والغضروف وأنواع معينة من الألياف. إذا هذول الأربع أنواع نقدر نشوفهم بهالحالة هاي، بحيث إنه يكون في عندنا، لو جينا شفنا الخلية الأولية للإنسان اللي هي fertilized egg، هاي الخلية ناتجة من حيوان منوي وبويضة، أدت إلى إنتاج خلية. هاي الخلية المشروع الأولي للإنسان أو للحيوان بشكل عام. هاي الخلية مجرد ما صار إلها إخصاب راح تنقسم، وانقسامات cell division وgrowing، الوحدة بدها تساوي 2، 2 بدهم يساوي 4، الأربعة بدهم يساوي 8. المرحلة هاي هون نسميها cell division and growth، بصير انقسامات للخلية وبنفس الوقت الانقسامات تعمل growing. طيب بعد فترة هذا cell division والgrowth راح يتحول لcell differentiation، راح يصير في إلها differentiation. كيف differentiation؟ راح تتمايز وتصير هاي الخلايا إما بتنتج خلايا epithelial أو بتنتج connective أو بتنتج nerve أو بتنتج muscle. لذلك الخلايا اللي بتنتج هذول بنسموهم specialized cell types. هو نتج عندنا خلايا واضحة.
من هون نقدر نقول إنه كثير من أنواع الخلايا اللي بتكون في المراحل الأولى بحياتها غير مجهزة أو غير متطورة، أو بمعنى آخر بتكون خلايا هي عبارة عن stem cells. كيف يعني stem cells؟ يعني خلايا مش عارفة شو بدها تصير، ما صار لها differentiation ولا specialized، مشان هيك بنقول عنها هاي الخلايا ممكن ناخذها ونعمل فيها اللي هي الجين ثيرابي، او ما تسمى ب اللي هم ستيم سيلز، الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه انها الخليه بتكون مش صار لها سبيشالايزد، مشان هيك صاروا يعالجوا كثير من الامراض عن طريق زراعه اللي هي الستيم سيلز، الخلايا الجذعيه. وهاي الخلايا الجذعيه بتكون بالمرحله هاي، مرحله الفيرتلايزد ايج، وبعد ما صارش لها لا ابيثيليال ولا كونكتيف ولا نيرف ولا مسلز. من هون ببين عندنا اللي هو انواع الخلايا اللي راح يصير في لها تمايز. الان في سؤال بيطرح نفسه، ليش الخلايا صغيره؟ ليش الخلية صغيرة؟ ليش ما كانت خلية كبيرة مثلا وصار في عندنا اشي اسمه اللي هو السيرفيس اريا؟ فبيمثلوا لنا هذا الاشي او بيوضحوا لنا هذا الاشي عن طريق المكعبات الموجودة مثل حجر النرد. لاحظوا عندنا هذا حجر النرد في عندنا حجم معين بالاضافة للسيرفيس اريا، التوتال سيرفيس اريا والفوليوم لكل واحد. لو اجينا على الاول مثلا هذا السيرفيس اريا، التوتال سيرفيس اريا، بمعنى انه السيرفيس اريا فوليوم ريشيو، كل ما كانت مساحة السطح اكبر كل ما كان عملية الووتر اكسشينج او الجاز اكسشينج او الماتيريال اكسشينج، التبادل المواد بالخلية بكون اعلى. بمعنى انه هاي الخلية راح يكون عملية اللي هي طبعا السيرفيس اريا مقارنة مع الفوليوم اكبر، لذلك عملية تبادل المواد راح تكون اكثر مقارنة مع هذا المكعب الكبير. يعني انه الخلية صغيرة بيكون عملية التبادل فيها اكبر بكثير من الخلايا الكبيرة. من هون اذا بنشوف كل التوتال فوليوم مع التوتال سيرفيس اريا وبالاخير بناخذ الريشيو، راح نلاحظ انه الخلية الصغيرة هون راح يكون السيرفيس اريا اللي هو اعلى، فلذلك تعرضها للمواد للجينيتيك او يسموها الجاز اكسشينج والماتيريال اكسشينج اكثر. من هون الخلية الصغيرة كانت مهمة كثير بالجسم، مشان هيك التيني اماونت. الليفينج وورد لو اجينا شفنا كيف صار في عندنا مستوى التنظيم بالخلية. مستوى التنظيم بالخلية بدأ من الأتومز والموليكالز، هذولا عملوا أورجانيلز. الأورجانيلز مجموعة مع بعض عملوا سيلز، السيلز عملوا تيشوز، مجموعة من الأنسجة عملوا نفس الوظيفة ساووا أورجان، الأورجان مع بعضهم ساووا اللي هو السيستم، السيستمز بالأخير ساوا أورجانيزمز. هذا بسموه level of organization. level of organization يبدأ بالخلية وينتهي بالكائن الحي الorganisms. يعني مجموعة الخلايا هم اللي بيساووا التشو. يعني التشو هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتشابهة في الحجم والوظيفة. الorgan هو عبارة عن مجموعة أنسجة تشابهوا مع بعض، ومجموعة الorgan ساووا system. بمعنى يعني لو جينا قلنا مثال مثل اللي هو الجهاز الدوران. جهاز الدوران هو عبارة عن سيستم، جهاز. هذا الجهاز يحتوي بداخله أو الأعضاء التابعة له اللي هو القلب والأوعية الدموية والدم. كل واحد منهم من هذول نسوي أورجان، نسميه أورجان، بس مجموعة مع بعضهم يساوي سيستم. لو جينا الأورجانيزم، الكائن الحي الكبير، مكون من مجموعة من الأنظمة مثل نظام مثلا الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، جهاز الدوران، جهاز التكاثر، جهاز الغدد الصماء. هذا كل الأجهزة مع بعضها بتشاركوا مع بعض أو بكونوا اللي هو الأورجانيزمز. إذا عرفنا شو level of organization، level of organization يبدأ بالذرات والجزيئات ومن ثم يؤدي إلى إنتاج اللي هي الأورجانيل. الأورجانيلز طبعا اللي هم داخل الخلية مثل الميتوكوندريا، مثل الكلوروبلاست، مثل النواة، مثل البريكسوسوم، مثل اللايسوسوم، هذول بنسميهم أورجانيلز. والخلايا مثل ما بتعرفوا أنواع متعددة من الخلايا، 200 نوع.
لاحظ عندنا هذا مستوى التنظيم الخلوي اللي حكينا عنه، يبدأ باللي هو الاتومز والموليكولز، سيل تيشو اورجان سيستم اورجانيزمز. شايفين هذا الشاب الحلو؟ هذا يعتبر بيمثل اللي هو الاورجانيزمز تبع الجسم، او بمعنى اخر كائن من الكائنات الحيه الذي يحتوي على القلب ويحتوي على المعده ويحتوي على العضلات ويحتوي على مستوى التنظيم الخلوي. هذا مقصود فيه level of organization، ابتداء من الاتوم والموليكولز وانتهاء بالاورجانيزمز الممثل عندنا هون. الاتومز والموليكولز level، الممبرين بروتين ان نيرف سيلز ادميت فلو اوف ايونز. لو اجينا شفنا اللي هو الاتوم والموليكولز اللي كنا نحكي عنهم بالبدايه، نقول انه في عندنا الممبرين بروتين النيرف سيلز ادميت فلو اوف ايونز، بمعنى انه البروتينات هذول الموجودات على اسطح الخلايا، هذا المستوى اللي بنسميه الجزيئي والذري اللي موجود بالخلايا. فلذلك هو بدا من اللي هي الممبرين بروتين في الخلايا العصبيه، لقينا انه الخليه العصبيه لازم يكون outside positive وinside negative مشان يصير في عندنا شيء اسمه اللي هو الممبرين بوتنشال، راح ناخذه بالتفصيل فيما بعد. طيب إذا على مستوى الخلية العصبية بدأنا باللي هي الذرات والأيونات والجزيئات الموجودة على جدار اللي هي الخلايا أو على غشاء الخلية، السيلولار ليفل مقصود فيه الإلكتريك سيجنال مديتد باي أيون فلو ترافل داون لينجث أوف نيورون. هذا النيورون مقصود فيه لما بحكي نيورون، هل النيورون هو بحد ذاته هو خلية عصبية؟ بيجي بعد الأتوميك والموليكولار ليفل. إذا الخلية العصبية شو بتعمل؟ بتعمل سيجنال. هاي السيجنال فيها أجت السيجنال عن طريق الأيون شانلز الموجودين هون. بعد السيل بيجي عندنا التشو. التشو هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجموعة. لاحظ صارت عندنا بقت خلية واحدة صارت مجموعة من الخلايا، وقلت لكم لما يصير في مجموعة من الخلايا بيصير عندنا إشي اسمه اللي هو النسيج العصبي. الأورجن شوفوا عندنا الأورجن هون، الأورجن مقصود فيه البرين. البرين هو مجموعة من الخلايا العصبية المتشابكة، وهي الخلايا العصبية على فكرة لها القدرة على التواصل مع بعضها عن طريق الوصلات العصبية، لكن ليس لها القدرة على الانقسام. ليس لها القدرة على الانقسام. آخر إشي راح نحكي عنه اليوم، ما بدنا نطول عليكم، اللي هو الميتابوليك ريت، البازل ميتابوليك ريت اللي هو overall rate of energy consumption by individual at rest under normal condition. شو معنى هذا الكلام؟ لما نقول بازل ميتابوليك ريت المقصود فيه قديش كمية الطاقة اللي صار استهلاكها بالفرد بغض النظر عن حجمه تحت الحالة الطبيعية لما يكون الإنسان relaxed. بدنا نشوف قديش استهلك طاقة. البازل ميتابوليك ريت لو أجينا شفنا هذا الفيل وهذا الفار، الفيل والفار كائنين حيين، هذا أورجانيزمز وهذا أورجانيزمز، هذا في أجهزة وهذا في أجهزة. لكن لو جينا قلنا مثلا الحوق قديش وزن الفيل، هون موزننا إياه 10,000 كيلو، بينما الفار ما بيجيش 100 جرام. طيب شو المقصود؟ الإليفنت الفيل هذا أكبر من الفأر بألفين 200,000 مرة. لاحظوا الحجم، لو جينا قلنا قديش بكون في عندنا حجم هذا الفيل مقارنة مع الفار، قالوا إنه حجمه 200,000 مرة أكثر من الماس. لكن وجدوا إنه الماس سبيسيفيك ريت 1 لـ 12 أز لارج. شو معنى هذا؟ الكونسومشن الفود كونسومشن مقارنة مع الحجم راح يكون 1 إلى 12. يعني الهارفست ماوس مثلا والهاوس ماوس والفلاينج سويكر والبات والكات والدوغ والهيومن والهورس والإليفنت، لما يكون واحد حجمه صغير كمية الأكل اللي بده يأكلها صغيرة، بينما لما يكون حجمه كبير كمية الأكل اللي راح يأكلها كبير. الماس سبيسيفيك ميتابوليك ريت، لاحظوا عندنا كل ما كان صغير كان حي بيكون السبيسيفيك ريت له عالي. ليش؟ لأنه حجمه أقل، فبالتالي الخلايا تبعته بحاجة لكمية قليلة،
فمشان هيك بكون عندنا الميتابوليك ريت له اعلى مقارنه مع الفيل. ممكن الفيل بحاجه لحجم يعني 500 كيلو او نص طن من الاكل حتى يصير في عنده فود كونسبشن حتى يغذي الخلايا وتقوم الاجهزه بعملها كامل، وهذا شيء بكون اقل من الكميه الطبيعيه. بينما الفأر مثلا ممكن ياكل كميه بسيطه كثير ويكون ميتابوليك عنده عالي جدا، ميتابوليك ريت عالي جدا. طيب هذا الجدول حد هون رح نوقف. الأورغان سيستم of the body عندنا السيركولاتوري، الرسباراتوري، الدايجستيف، اليورينري، الماسكوسكيلتال، الاميون سيستم، النيرف سيستم، الاندوكراين، الريبرودكتيف and the integumentary system. هذول أنواع السيستمز اللي رح ندرسهم أو رح ندرس جزء كبير منهم. رح ندرس اللي هو الجهاز الدوران، جهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، اليورينري، العضلات، الجهاز المناعة، النيرفيوس، جهاز العصبي، جهاز الغدد الصماء، والجهاز التكاثري. لا إذن هذا لحد هون إن شاء الله. المرة القادمة رح نكمل. بالعادة راح أسجلكو المحاضرة وشرحها بهذا الشكل، وراح أوديلكو الرابط على المجموعة إضافة إلى الموديل حتى إذا اشتغل اليوم الموديل. بس بشكل عام في عندنا المجموعة اللي كوناها، تواصلوا معي فيها، أي سؤال أي استفسار أنا جاهز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.